خبر آخر، افتتحت مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو معرضا للخط العربي بالعاصمة التونسية خلال انعقاد اجتماع المؤتمر العام والمجلس التنفيذي للمنظمة واللي تترأس المملكة العربية السعودية. وكان قد افتتح المعرض سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر. عموما يعني هذه من احلى الاشياء اللي ممكن تصير، حتى يعني ممكن كيف اقول لك اياها، تعزز الثقافات بين بعض، واكيد كمان يكون في تبادل ثقافات ما بين الشعوب عموما، ونعرف كيف المملكه العربيه السعوديه والدول العربيه اجمالا لها دور كبير في تعزيز اللغه العربيه. خلينا نروح في